السلام عليكم. ده ان شاء الله هيبقى اول فيديو معانا بقى في الجزء الجديد بتاع النيتوركينج. كده احنا خلصنا اول جزء بتاع لينكس وخلصنا تاني جزء بتاع ويندوز، ومن بداية الفيديو ده هنتكلم في تالت جزء اللي هو النيتورك. بقى نبدأ بقى كده. اول حاجة نتكلم عن introduction to networking. اهم حاجة هندرسها في النيتورك واهم حاجه تبقى عارفها ودي اللي هتفهمك النتورك كلها، حاجه اسمها الاو اس اي موديل. الاو اس اي موديل. طيب قبل ما نتكلم بس في الاو اس اي، خلينا نعرف يعني ايه نتورك. نتورك ببساطه دي طريقه عشان توصل بيها الانظمه مع بعض. يعني انت مثلا لو قاعد هنا في مصر وبتكلم واحد في اي دوله تانية اجنبيه وليكن المانيا مثلا، ازاي انت هنا في مصر بتقدر تتواصل مع الراجل اللي في المانيا ده عن طريق النتورك. فهي النتورك دي وسيله ان هي تقصر المسافات وتخلي الناس اللي في كل العالم او في كل الكره الارضيه يقدروا يتواصلوا مع بعض عن طريق اسلاك وكابلات وشبكات واي فاي. باستخدام كل الحاجات دي بنقدر اي حد موجود في اي مكان يتواصل مع اي حد في مكان تاني. فالنتورك ببساطه هي وسيله عشان تربط الانظمه كلها ببعض. دي اول نقطه. تاني نقطة، ايه هو بقى الـ OSI موديل؟ احنا كنا بنقول النتورك طريقة توصل الناس كلهم ببعض. طب ازاي بقى النتورك بتوصل الناس كلهم ببعض؟ ازاي الراجل اللي في مصر ده بيتواصل مع الراجل اللي في المانيا مثلا؟ عن طريق بقى حاجة اسمها الـ OSI موديل. الستايل بتاع الـ OSI او الطريقة اللي اسمها OSI. الـ OSI هي الطريقة أو الحاجة الفعلية اللي بتحصل عشان الراجل اللي في مكان يتواصل مع الراجل اللي في مكان تاني. طيب الـ OSI موديل ده بيتكون من إيه أو هو عبارة عن إيه؟ الـ OSI ده عبارة عن سبع layers، سبع طبقات فوق بعض. أول طبقة هنبدأ من تحت. أول طبقة عندنا اسمها الفيزيكال layer، الطبقة المادية. دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن الكابلات. الكابلات وشبكات الواي فاي والحاجات دي كلها اللي متعلقه بالهاردوير وحاجه ملموسه ماديه تقدر تمسكها في ايدك، هي دي اسمها الفيزيكال لاير. احنا هنتكلم بس بسرعه عنهم ودول هيبقوا شرح تفصيلي في خلال الكورس كله. بعد كده في حاجه عندك اسمها الداتا لينك لاير. ايه بقى الداتا لينك لاير؟ دي بتتكلم عن الماك ادرس بتاعك والسويتشات اللي بتبقى موجوده في السكه. بعد كده هنتكلم عن النتورك لاير. النتورك لاير دي بتتكلم بقى عن الاي بي والراوترات اللي بتتحكم في الاشارات. بعد كده هتخش على الترانسبورت لاير، دي بيبقى موجود فيها اهم اتنين بروتوكول اللي هما التي سي بي واليو دي بي، الحاجات دي كلها هنعرفها وبتبقى مسؤوله ان هي تتاكد ان الاتصال بيوصل صح ما بين الطرفين. السيشن لاير بتحافظ على السيشن، ان انت لو عامل اتنين اتصال لنفس الجهه لنفس الراجل اللي في المانيا تبقى محافظه ان الاتصال ده لا يتعارض مع الاتصال ده. البرزنتيشن هي تمثيل الداتا، لو الداتا اللي انت بعتها دي عباره عن كلام تكست او عباره عن صوره او عباره عن صوت او عباره عن فيديو، البرزنتيشن هي التمثيل بتاع الداتا دي. والابلكيشن دي الفاينل لاير اللي هي اليوزر انترفيس، الحاجه اللي بتبقى موجوده قدامك سواء كانت براوزر او سواء كانت ميل كلاينت او سواء كانت اي حاجه ثانيه. الموضوع ده بالتفصيل هنفهمه من السلايد دي، او مش بالتفصيل، بالتفصيل هنعرفه خلال الكورس، بس كمعرفه افضل هنفهم من خلال الصوره. فلنفترض دلوقتي ان الراجل اللي موجود في مصر موجود هنا كده فوق، حلو، والراجل اللي موجود في المانيا موجود هنا برضه فوق. الراجل اللي موجود في مصر فاتح مثلا ميل كلاينت، برنامج بيبعت من خلاله ايميلات، والراجل اللي موجود في امريكا فاتح برضه نفس البرنامج ومستني الايميل يوصل له من الراجل اللي في مصر. الراجل اللي في مصر وهو دلوقتي على برنامج الايميلات اللي بيبعت ايميلات، هو دلوقتي كده موجود فين؟ موجود في الابلكيشن لاير، في الطبقه بتاعه البرامج، عشان قدامه دلوقتي البرنامج بتاع الميل كلاينت. تمام، كتب الميل وظبطه وحط له فونت وظبط الوان وظبط الدنيا وارفق معاه مثلا ملف بي دي اف، وبعد كده داس على الزرار او البوتون اللي اسمه سند، ارسال. ايه بقى اللي بيحصل من اول ما يدوس على الزرار ده لحد ما يوصل للراجل اللي موجود في المانيا؟ اول حاجه الرساله دي بتنزل على الطبقه اللي تحتيها اللي اسمها البرزنتيشن لاير. كل الكلام ده انت ما بتشوفوش، كل الكلام ده بيحصل خلال الاوبريتنج سيستم او داخل الاوبريتنج سيستم.
البرزنتيشن تبدا تقول اه الكلام ده مش عارف، في كلام حجمه كبير، في كلام ملون، في صوره بي دي اف، بتبدا تمثل الداتا وتفنط الداتا وتعرف ان الكلام ده اسكي عباره عن حروف، الكلام ده مش عارف صور، الكلام ده فيديو، بتقسم الداتا وبتعرف التايب بتاع كل نوع. انا كده خلاص قسمت الداتا، بنزل على السيشن لاير. السيشن لاير بتعرف اه الاتصال ده طالع من الجهاز ده عن طريق البورت الفلاني، البورت الفلاني دي الوسيله اللي انت بتطلع منها، بس احنا لسه ما جيناش للبورت. السيشن لاير جاست بتبقى بتقول لك ايه، اه انا هفتح شانل، هفتح قناه الاتصال ده يخرج منها من الجهاز اللي انا واقف عليه. فالسيشن كانها بتفتح لك قناه، قناه ليه؟ عشان الرساله تمشي فيها. بعد كده تنزل على الترانسبورت لاير، الترانسبورت لاير مسؤوله انها تتاكد ان القناه دي مش هيحصل فيها اي مشاكل، وتتاكد ان الداتا هتبقى فيها سليمه وكل حاجه فيها زي الفل. فلو انت تشوف كده الداتا طول ما هي ماشيه عمال يضاف عليها حاجات ازاي؟ يعني الاول لو كان بعت رساله اسمها مثلا اتس ا جود داي مثلا، يعني بعد كده اتحط معاها ايه؟ اتحط معاها الهيدر، الهيدر بتاع الابلكيشن. انت هتلاقي كده الاي اختصار لابلكيشن، ال اختصار للاير، والاتش دي اختصار لكلمه هيدر، فدي الابلكيشن لاير هيدر. اللي بيتحط مع الابلكيشن هو ايه؟ شويه داتا خاصه بالميل كلاينت، بالابلكيشن اللي انت بعته. بعد كده بتنزل على البرزنتيشن، تحط معاها الداتا اللي بتصنف الداتا اللي انت بعتها. بعد كده تخش على السيشن لاير، تروح جاي ضايفه هيدر تاني بيحدد الشانل اللي انت هتخرج منه. بعد كده بينزل على الترانسبورت لاير، بتضيف عليها هيدر رابع بيحدد ان الاتصال ده هيتم عن طريق انهي بروتوكول، هل هو تي سي بي او يو دي بي، وتتاكد ان الاتصال ده هيوصل صح من غير اي مشاكل. بعد كده بتنزل على النتورك لاير، تروح جايه ضايفه هيدر كمان عليها. النتورك لاير بتحدد مين الاي بي اللي انت رايح له، و تتاكد ان انت هتاخد انهي مسار عشان توصل للديستنيشن بتاعتك. بعد كده بتنزل على الداتا لينك لاير، تضيف لها هيدر تاني، الهيدر تاني ده بيحتوي على الماك ادرس او بعض البيانات الخاصه بالسويتش اللي انت هتطلع من خلاله. في الاخر خالص الكلام ده كله بيطلع من خلال الفيزيكال لاير، او في الفيزيكال لاير بتحوله من داتا جوه الكمبيوتر لسيجنال، لاشاره تمشي في الكابلات. وبعد كده الاشاره دي توصل لحد المانيا، بتعدي في سكه طويله جدا لحد ما توصل لالمانيا. بعد كده وصلت للجهاز بتاع صاحبنا ده. ايه اللي بيحصل؟ الفيزيكال تروح جايه محوله الاشاره اللي ماشيه في الكابلات لاصفار ووحيد، حاجه يفهمها الكمبيوتر يعني، تطلع على الداتا لينك، الداتا لينك بتبدا تفنط الداتا وتستخرج منها الداتا لينك هيدر، وتبعت مثلا للسويتش الفلاني. بعد كده تطلع على النتورك لاير، النتورك لاير تطلع منها الاي بي بتاعي وبتاع الديستنيشن اللي بعت لي او بتاع السورس اللي بعت لي، تطلع على الترانسبورت تستخرج منها الهيدر بتاعها، تعرف وتتاكد ان الداتا اتبعتت صح ولا لا، تطلع للسيشن عشان تتاكد ان في شانل مفتوحه، تطلع للبرزنتيشن عشان ترجع لك الداتا تاني، الكلام كلام والتكست تكست والالوان الوان والفونت فونت والملف البي دي اف ملف البي دي اف، لحد ما تطلع على الابلكيشن فتتعرض على برنامج الميل كلاينت اللي قدامك. كل العمليه دي بتمر في خلال ثانيتين ثلاثه، من بين ما توصل من مصر او من اي سورس لحد ما توصل لالمانيا او لاي ديستنيشن. كل ده بيحصل من اول ما انت تدوس البوتن بتاع ارسال او سند لحد ما بتوصل للديستنيشن ويشوف الرساله بتاعتك. الكلام ده كله هناخده بالتفصيل لاير لاير في خلال الكورس كله. فلا تقلق لو في اي حاجه مش مفهومه بنسبه كبيره ان شاء الله هتفهمها واحنا ماشيين. هنبدا بقى نتكلم عن اول لاير. اول لاير معانا اللي هي الفيزيكال لاير، اللي احنا قلنا الفيزيكال الطبقه الماديه المسؤوله عن كل الحاجات الهاردوير اللي انت ممكن تمسكها بايدك. بيقول لك ان ايه بقى الفيزيكال لاير، از هاو وي فيزيكالي كونكت ديفايس، يعني ازاي احنا بشكل مادي او ملموس بنوصل الاجهزه ببعض عن طريق الايثرنت كابلز، الكابلات كابل النتورك اللي انت بتوصله باللاب او جهاز الكمبيوتر، او عن طريق الوايرلس. فالطبقه دي مسؤوله عن الحاجات الماديه، ان هي تحول من سيجنال لاصفار ووحايد يفهمها الكمبيوتر، او من الاصفار والوحايد اللي بيفهمها الكمبيوتر للسيجنال، او النظام بتاع الوايرلس تحوله من اصفار وحايد لموجات راديو، او من موجات راديو لاصفار وحايد.
اللي بيبقى بيشتغل في الطبقة دي هي بقى الحاجات اللي متعلقة بالهاردوير، الكارتة بتاعت النتورك، الكارتة بتاعت الواي فاي، وفي حاجة اسمها النتورك هابس بس هي ما بقتش موجودة دلوقتي. كل ده بيتعامل عند الفيزيكال لاير. يبقى الفيزيكال لاير مسؤولة عن الحاجات المادية الملموسة، شبه كارتة النتورك، شبه الواي فاي، شبه كابل النتورك اللي انت بتوصله. والطبقة دي برضو مسؤولة عن حاجة اسمها النتورك توبولوجي، اللي هو النتورك توبولوجي معناها ازاي انت متوصل، ازاي الناس متوصلة مع بعض هاردوير. بمعنى ايه؟ احنا نفهم دلوقتي نتورك توبولوجي بالتفصيل، بس انت النتورك توبولوجي دي لازم تعرف ان في منها 3 انواع: الستار توبولوجي والرينج توبولوجي والباس توبولوجي، وفي انواع تانية بس دول اكثر سلاسة مشهورين او متداولين، واكثرهم تداولا واللي بنستخدمها حاليا هي الستار توبولوجي. اول واحده ناخدهم بقى واحده واحده. اول حاجه الستار توبولوجي دي اللي انت بتشوفها النهارده، اللي هو ازاي يكون عندك راوتر في البيت ومجموعه من الاجهزه متوصلين ببعض، فالراوتر هو اللي بيكون النود اللي في النص دي، ومثلا عند جهاز رقم 1، جهاز رقم 2، 3، 4، 5، كل الخمس اجهزه دول متوصلين بنفس النود اللي هي الراوتر. دي فكره الستار، ان بيكون عندك نقطه اساسيه في النص اللي هي غالبا بتكون الراوتر، ومجموعه الاجهزه متوصلين بيها بي، وكل جهاز متوصل بكابل مستقل. طيب ايه مميزات الطريقه دي في توصيل الاجهزه؟ ان كل نود بتبقى متوصله بشكل مباشر بالنود الرئيسيه، النود اللي في النص اللي هي الراوتر. دي اول ميزه. ده بيدي لك بيتر بيرفورمانس، يعني بيدي لك امكانيات افضل. ليه؟ ان كل نود بتبعت في خلال كابل مستقل، بيتخيل لو 2 نود متوصلين بنفس الكابل، فبالتالي ال2 نود هيبعتوا في نفس الكابل، هيزحموا بعض، فتحس ان الجوده بطيئه. عشان كده كل جهاز لما يكون متوصل بكابل مستقل بتلاقي ان الجوده افضل. تمام، دي اول ميزه. تاني ميزه بيقول لك ان هي سنجل بوينت اوف فيلر. يعني ايه؟ يعني سوري، هي دي عيب مش ميزه، ان هي سنجل بوينت اوف فيلر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو الراوتر اللي في النص ده حصلت فيه اي مشكله وما بقاش شغال لاي سبب من الاسباب، ساعتها النتورك كلها بتقع، النتورك كلها بتكون داون. فدي مشكله الستار توبولوجي، ان لو النقطه الاساسيه اللي موصله الناس وقعت، اللي هو الراوتر ما بقاش شغال، فبالتالي كل الناس اللي متوصله بالراوتر ده مش هيقدروا يستخدموا النت. يبقى ايه هي مميزات الستار توبولوجي؟ ان كل جهاز متوصل لوحده وليه كابل خاص بيه، وبيبقى ليها بيرفورمانس كويسه جدا، بس مشكلتها انك تبقى سنجل بوينت اوف فيلر. تاني شكل معانا او تاني توبولوجي معانا اللي هي الرينج توبولوجي. الرينج توبولوجي، رينج معناها دايره او حاجه مدوره كده. دي ببساطه ما بيبقاش فيه راوتر، او ما بيبقاش فيه اللي هي النقطه الرئيسيه اللي موجوده في النص. امال ازاي الاجهزه بتتوصل مع بعض؟ بتتوصل ان كلهم، كل يعني الجهاز رقم 1 يتوصل بالجهاز رقم 2، و2 يتوصل ب3، و3 ب4، و4 ب5، و5 ب6، و6 يتوصل تاني ب1، فيشكلوا كلهم دايره. بس دي ما بقتش مستخدمه خلاص. فكل نود، ايه بقى الصفات بتاعت الطريقه دي؟ ان كل نود بتبقى متوصله ب2 نود تانيين. حلو، والداتا بتمشي في اتجاه واحد. يعني احنا لو قلنا الاتجاه هيمشي مع عقارب الساعه كده، يبقى ما ينفعش حد يبعت العكس، يبعت عكس عقارب الساعه، فالداتا بتمشي في اتجاه واحد. ليه؟ عشان لو مش في الاتجاهين ممكن حد يبعت يمين وحد يبعت شمال، فالاثنين داتا يخبطوا في بعض فيحصل مشكله في النتورك. من الصفات برضو بتاعت الشكل ده ان مفيش سنترال نود، مفيش نود واقفه في النص. لو نود واحده باظت اللي هيحصل برضو النتورك كلها يعتبر هتبوظ. عشان لو افترضنا ان هي ماشيه في اتجاه عقارب الساعه وجت والنود دي باظت، حلو الكلام، فجت مثلا النود دي اللي تحت دي عايزه تبعت للنود دي، فبالتالي هتيجي تمشي كده. لو افترضنا ان هي عكس عقارب الساعه، يعني هتمشي كده مش هتلاقي النود دي، فبالتالي مش هتقدر توصل للنود دي. فلو في نود وقعت ممكن بعض النودز يقدروا يتكلموا مع بعض، بس ممكن بعض النودز التانيين ما يقدروش يتكلموا مع بعض.
ثالث شكل عندنا هو البص، ان بيبقى كابل واحد مشترك وكل الناس متوصله بيه بنفس الشكل ده يعني. فبيبقى كل النود بيتشاركوا نفس الكابل. دي النقطه اللي احنا كنا قلناها في اول رسمه خالص، ان دي بقى عيب. ليه؟ ان كلهم هيتشاركوا في نفس الباندويت، في نفس الامكانيات. ليه؟ ان لو الست الاجهزه دول مثلا بعتوا، فهيحصل في مشكله. بس هو قال لك عشان اتفادى المشكله دي، قال لك من صفات الرسم دي ان only one node can transmit at a time، يعني نود واحده تقدر تشتغل في الوقت. يعني لو في نود اللي فوق دي شغاله، يبقى الخمسه نود التانيين هيستنوا لحد ما النود دي تخلص، ودي اوريدي هتاثر على جوده النت. ليه؟ ان مثلا لو واحد عايز يبعت رساله هيضطر يستنى لحد ما الشخص ده يخلص، فده بالتالي ايه، بيأثر على البرفورمانس. انا دلوقتي بقيت مستني لحد ما كل الناس تخلص ارسال ويبقى في وقت فاضي عشان ابعت. انما انت لو متوصل بكابل دايركت هتبعت في اي وقت يعجبك، فشغلك دايما مش هيتعطل. فبيقول لك بسبب ان سينس اول نود شير ذا سيم باندويت، بيرفورمانس ديكري ات ذا ميني نود او ات ذا مور نودز ار ادد. فالبرفورمانس بيقل كل ما تزود نود اكتر. لو انت عندك 10 نود هتستنى لحد مثلا ما ال 10 يخلصوا وبعد كده تبعت. لو انت عندك 100 نود هتستنى لحد ما ال 100 يخلصوا وبعد كده انت تبعت. وكل ما النود تكبر كل ما الوقت اللي انت هتستناه هيكتر. وبيقول لك برضه الباس از سنجل بوينت اوف فيلر. ليه؟ عشان لو الكابل كده جاء اتكسر من النص، فساعتها الجنب اللي فوق مش هيقدر يتواصل مع الجنب اللي تحت. دي كده ببساطه الثلاث اشكال اللي معانا، زي ما قلنا الستار توبولوجي واللينج توبولوجي والباس توبولوجي، واكتر واحده مستخدمه حاليا هي الستار توبولوجي. ده كده كان الفيديو بتاع النهارده، مش هنطول وان شاء الله هنتكلم في اللاير رقم 2. والسلام عليكم.